يا شيخ أنت مسيحي؟ طيب أنا أسأل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباع سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان، عندما يأتي عليه الصلاة والسلام فيحيي سنن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويكون خير تابع من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ربحت محمدا ولم أخسر المسيح، والله إنني أؤمن بسيدنا عيسى بنفس الدرجة التي أؤمن بها بسيدنا محمد. ولو كان عندنا كل المسلمين، لو كان عندنا شك واحد من ألف أو واحد من مليار بنبوة سيدنا عيسى، فنحن كفار يا أحبابنا. نحن نؤمن نفس الدرجة، لا نفرق بين أحد من رسله من حيث الإيمان.